بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مهندس محمد يوسف. فيديو جديد في كورس الـ ESP32 باستخدام بيئة الأردوينو. في الفيديو ده هنتكلم عن المشكلة اللي ممكن تحصل معاك اول ما تيجي تنزل كود من الأردوينو IDE على بردة الـ ESP32. ايه اسباب المشكلة وايه الحلول اللي ممكن تستخدمها عشان تنهي الخطأ ده او المشكلة دي. قبل ما نتكلم عن الايرور اللي ممكن يحصل وازاي نتعامل معاه، هنراجع على بعض النقط اللي احنا اتكلمنا عنها في فيديوهات سابقة، ودي تعتبر نقط مهمة جدا عشان تقدر تتعامل مع البوردة. احنا قلنا اللي احنا فيه عندنا اتنين مود لتحميل او تشغيل البوردة. المود الاولاني اسمه SPI Flash Boot مود، وده بيعتبر النورمال اكسكيوشن مود. يعني ايه؟ يعني اول ما تشتغل البوردة بتاعتك تبدأ الشريحة تحمل الكود اللي مكتوب على الاكسترنال ميموري، يعني الكود اللي انت منزله على الـ ESP32 موديول خلاص يبدأ يتنفذ ويشتغل الكود اللي موجود بالفعل على الموديول ده. المود الاولاني يعني اسمه SPI Flash Boot مود. طيب المود الثاني في تشغيل الشريحة اسمه Serial Boot Loader مود او Download Boot. والمود دوت او الطريقة ديت بتستخدم لما اجي انزل كود من على الكمبيوتر من خلال الـ USB to UART Bridge على الميموري اللي موجودة داخل الـ ESP32 موديول. يعني الوقت انا كتبت كود زي ما عملنا في السلايد اللي فاتت بتاع الواي فاي وجيت انزله على البورد، فده بيشتغل من خلال السيريال بوت لودر مود. يبقى المود الاولاني ده لو انا كتبت كود وبحمله عادي بشغل بتشتغل بيه البورد على طول، وده لو انا لسه هنزل المود التاني لو هنزل كود من على الكمبيوتر على SP32 موديول. واتكلمنا برضو في فيديو سابق عن السترابنج بينز، قلنا ان هم 5 بينز GPIO0 GPIO2 و5 و12 و15، وقلنا ان اول 2 بين دولت اللي هو GPIO0 اللي هو متوصل بيه البوت بين اللي موجود عندك على البوردة، والGPIO2 الاتنين بين دولت خاصين بتحديد المود اللي هيشتغل عليه الموديول. وكنا بننبه ان محدش يستخدمهم في توصيل اي حاجة على الدايرة مع البوردة. اول ما بشغل البوردة عندي او بعمل ريست من خلال ان انا بدوس على الـ Enable Button، فالبنات دهيت بيبقى ليها اتصال داخلي من خلال شريحة الـ ESP32 مع مقاومة. المقاومة دي ممكن تكون بول اب او بول داون. فالGPIO0 اللي بيعمل عملية البوت بيبقى متوصل مع مقاومة على الهايف بيبقى بول اب. الGPIO2 بيبقى بول داون. بعد كده 5 بول اب وال12 بول داون وال15 بول اب. فانت بقى ما يفترضش انك تكون موصل مع البوردة دي على البنات ديت كومبوننت مغيرة في وضع البول اب او البول داون لاي من البنات ديت اثناء تحميل الكود. يعني لو دلوقتي بحمل كود بنزل كود من على الكمبيوتر على البوردة، فلازم الوضع بتاع البول اب والبول داون يكون محافظ عليه. طيب لو جينا بصينا على الجدول ده فهتلاقيه جايب لك GPIO0 والGPIO2 اللي هم الاثنين الاولانيين دولت اللي من خلالهم اقدر اتحكم في اختيار المود اللي هشتغل عليه اذا كان النورمال اكسكيوشن مود ولا الداونلود بوت. فبيقولك الديفولت بتاع البنات ديت في البداية خالص بيبقى بول اب زي ما احنا وضحنا هنا بالنسبة للGPIO0 وبول داون بالنسبة للGPIO2. طيب فاحنا عندنا اتنين مود اهمت اللي الSPI بوت اللي هو الاولاني والداونلود بوت اللي هو التاني. فعشان البوردة او الموديول يشتغل في النورمال اكسكيوشن هيبقى الGPIO0 هاي
واحد يعني عليه إشارة هاي، البني دوت يبقى هاي. طب والهاي ده هتيجي منين؟ هتيجي من ان هو الديفولت بتاعه بول اب، يعني متوصل عليه مقاومة اخد هاي، فهو كده كده هيبقى البن ده اخد هاي، ده الديفولت اثناء التشغيل. بالنسبة للجي بي اي او 2 دونت كير، يعني ما يهمنيش اذا كان عليه هاي او لو، ده في حالة ايه؟ ان انا هشغل البردة او الموديول على النورمال اكسكيوشن عشان ينفذ لي الكود اللي موجود جواه. طيب في حالة بقى ان انا عايز انزل كود من على الكمبيوتر على البردة، لازم احافظ على المستوى ده بتاع الجهد على الاثنين بن دول، ان الجي بي اي او زيرو اللي هو البن الاولاني يكون اخد لو. طب هو انه الديفولت بتاع ان هو اخد هاي، يعني هو متوصل من جوه الشريحة على مقاومة مع الفي سي سي. اخليه له ازاي بقى؟ ان انا اخد البن ده اروح موصله بالارضي، اول ما اوصل البن ده بالارضي من بره الموديول يبقى انا كده دخلته في البوت مود واقدر انزل الكود، بس بشرط لازم اخلي الجي بي اي او 2 كمان اخد ارضي. فلو الجي بي اي او 0 اخد ارضي او لو والجي بي اي او 2 اخد لو، يبقى انا كده دخلت على المود التاني اللي هو السيريال بوت لودر مود، واقدر انقل الكود من على الكمبيوتر انزله على الموديول، بشرط ان يكون التلات بنات اللي فاضلين 5 و12 و15 محافظ على الجهد بتاعهم بول اب بول داون بول اب. عشان كده هو بيعمل لك على البردة اتنين بطن، واحد منهم للبوت وده المخاطر بتاعه، بيجي على الجي بي اي او زيرو اللي هو البن احنا اتكلمنا عليه ده اللي المفروض اخد هاي، ويروح اعمل لك عليه سويتش او بطن واخد الطرف منه موصله بالارضي، بحيث لما اضغط على السويتش اللي هو البطن ده اللي على البردة يبقى انا كده وصلت الجي بي اي او زيرو بالارضي، فكده اديته لو، فكده دخلته في الداونلود بوت، دخلت الموديول. وبيعمل لك كمان بطن تاني اللي هو المتوصل على الانيبل، طبعا الانيبل ده مش من ضمن البنات بتاعت الستريبنج بنس، بس احنا قلنا ان هو بيعمل ريسيت للشريحة بتاعت الاي اس بي 32، فهو عشان الشريحة تشتغل بيوصل البن بتاع الانيبل على الهاي مع مقاومة هنا، فكده الجهد اللي على البن بتاع الانيبل بيبقى هاي فيخلي الشريحة شغال عادي. طيب انا عاوز اعمل ريسيت، اعيد تشغيل الشريحه من اول وجديد، فبرضه هوصلها على الارضي، فبيروح اعمل لك سويتش متوصل الطرف بتاعه على الارض والطرف الثاني مع الانيبل، بحيث لو ضغطت عليه هنا على البرده هيوصل لك الانيبل بين باللو او الارضي، فيحصل لك اعاده تشغيل للشريحه. فزي ما قلنا عشان اقدر انزل الكود من على الكمبيوتر على البرده لازم اخلي الجهد بتاع الجي بي اي او 0 والجي بي اي او 2 0، واعمل برضو ريسيت للدائرة عشان اعيد تشغيلها. طيب عشان بقى اخلي الجي بي اي او 0 والجي بي والانيبل 0 انيبل بن، فراح اعمل لك الاثنين بطن زي ما قلنا، فانت عشان تستخدمهم عشان تقدر تنزل الكود وتعمل ريسيت للدائرة، فانت هتعمل الكلام ده مع كل مرة بتنزل فيها كود. طبعا انت كل مرة تعيد تصحيح الكود لو فيه خطأ هتعمل نفس الحركة، فهتبقى حاجة ايه بقى؟ مملة. فراحوا عملوا تصميم اضافوه على البورد بحيث يغنيك عن انك تستخدم البطنز ديت وتتعامل بطريقة اوتوماتيكية من خلال البريتش اللي هي يو اس بي تو يو ارت، وباستخدام الاثنين ترانزستور اللي احنا كنا اتكلمنا عنهم قبل كده. فراح وصل لك الانيبل بين اللي بيعمل لك ريسيت مع ترانزستور، والطرف البيز بتاع الترانزستور موصله على بن اسمه دي تي ار، الدي تي ار ده خارج من البريدج، ووصل البن اللي اسمه جي بي اي او 0 اللي خارج من الموديول مع الترانزستور، والبيز بتاع الترانزستور وصله مع بن اسمه ار تي اس، والار تي اس دي برضو خارجة من البريدج. وقالك بيتم التحكم في الانيبل والاي او زيرو باستخدام الطرفين بتوع البريدج من خلال
الاردوينو اي دي اي. يعني انت المفروض لما بتيجي تعمل ابلود للكود من خلال الاردوينو اي دي اي زي ما كنا بنعمل هنا، احنا دلوقتي ايه ضغطنا على الابلود، فعشان تعمل ابلود للكود لازم البوردة بتاعتك تخش في الداونلود بوت زي ما شرحنا. فيروح الاردوينو دوت متحكم او بيبعت اشارات من خلال اليو اس بي للبريدج دي، فالبريدج دي تقوم بإدارة الاتنين ترانزستور دول من خلال الدي تي ار والار تي اس، بحيث انها تحط هنا الزيرو على الجي بي اي او زيرو فتدخله في الداونلود بوت، وبرضو بتخلي تحط زيرو على الانابل بحيث انها تعمل ريست، فانت ما تحتاجش انك تستخدم الاتنين بطن دول. فده كده لو الامور ماشية بصورة صحيحة الكود ينزل على طول على البوردة من غير ما يحصل عندك مشكلة. المشكلة بقى ممكن تحصل نتيجة ان في التصميم ده في مشكلة زي ما هنعرف في السلايد الجاية. دلوقتي احنا هنتكلم بافتراض ان الدرايفر انت ركبته صح واخترت الكومبورت بتاعتك صح والبوردة صح على الاردوينو اي دي اي، يعني كل شيء سليم مفيش اي ايرور قبل كده. فانت بتيجي تحمل الكود عندك على البوردة فبيظهر لك ايرور بالشكل ده كده، هتلاقي ايه كونكتنج نقط نقط شروط نقط وهكذا، وفي الاخر يديك رسالة. الرسالة دي بتقول لك ايه بقى؟ The fatal error occurred failed to connect to SP32 timed out waiting for packet header. هو كده بيتصل على بوردة الـ SP32 والبوردة ما بتبعتلوش اي رسالة انها استلمت منه اتصال، فهو كده مش عارف يتصل على الموديول بتاعك الـ SP32. طيب الايرور دوت عشان نحله ممكن نحله بطريقتين. الطريقة الاولانية هي طريقة يدوية بستخدم فيها البوت بطن والريسيت او الانيبل بطن اللي موجودين عندي على البوردة. في الاول اول ما اجي اعمل ابلود للكود من خلال الاردوينو اي دي اي اضغط على البطن اللي مكتوب عليه بوت لغاية اما اعمل ابلود، بعد كده اروح شايل ايدي من على البوت واضغط على الانيبل بن او الانيبل بطن. فلما بعمل ضغط على الانيبل بطن بيعمل لي ريست اعادة تشغيل للدايرة، فتبدأ الدايرة تشتغل وتحمل لي الكود اللي نزل عليها. فما اجي افتح السيريال مونيتور هلاقي يظهر لي السطور اللي قدامي ديت، دي معناها انك عملت ريست ل الموديول. بعد كده بيظهر لي تنفيذ الكود. دي الطريقة الاولانية. الحل التاني دوت بيفترض ان البوردة اللي معاك بيكون ناقص منها مكون مش موجود عليها، فهو بيقول لك ان بعض البرد بيبقى ناقص من عليها مكثف. المكثف ده المفروض بيكون موجود ما بين الانيبل بن والجراوند، فهو بيقول لك لو المكثف ده مش موجود ممكن يظهر لك المشكله اللي احنا بنتكلم عنها. فالحل انك تضيف المكثف ده ما بين الانيبل والارضي. قيمه المكثف بتبدا من 1 مايكرو فراد فاعلى، يعني ممكن تحط 1 او اكتر من 1 لغايه مثلا 10 مايكرو فراد. فالمكثف ده هو مثلا مكثف كيميائي قيمته بتبدا من 1 مايكرو فراد فاعلى، فالطرف الموجب بتاعه هيبقى متوصل زي ما هو كده موضح على الرسم مع الانيبل بن اللي موجود عندك على بوردة الـ ESP32، والطرف السالب بتاعه ده اخد الجراوند اللي موجود عندك على البورد او الجراوند بتاع الدرع عموما لو انت موصل هنا دايرة مع البوردة واخده نفس الارض بتاع البوردة. فالرسمة دي بتوضح لك طريقة التوصيل. عندك برضو هنا صورة انا اعملها عشان اوضح لك طريقة التوصيل. ده كده برضو مكثف 1 مايكرو فراد طرف منه اخد الجراوند والطرف التاني من خلال الاسلاك دي متوصل على الانيبل بن.
بمجرد ما بتعمل التوصيلة دي خلي بالك وانت مش موصل البورد على الكمبيوتر، يعني مفيش كهرباء متوصلة على البورد، بتعمل التوصيلة ديت وبعد كده بتوصل الكابل بتاعك من خلال USB مع الكمبيوتر، تبدأ تنزل الكود، هتلاقي الكود نزل والمشكلة اللي كانت بتحصل لك جنب كلمة كونكتنج انتهت، والكود بيتحمل وبيديك الرسالة بتاعت هارد ريسيتنج فيا RTS بن، يعني كده حمل الكود وعمل ريسيت للدايرة بطريقة اوتوماتيكية بمجرد انك زودت المكثف اللي احنا اتكلمنا عنه. لما بتيجي بقى تضغط على السيريال مونيتور وتفتح هتلاقي الكود يتنفذ معاك على طول. وبكده نكون حلينا المشكلة اللي بتمنعنا من تحميل الكود على شريحة او موديول ESP32. شكرا جزيلا.